أعود مرة أخرى للجانب الاقتصادي. سؤالي الموجه إليكم سيادة الرئيس، في هذا الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس، ما الذي يمكن أن تقدمه الشقيقة الكبرى الجزائر لتونس، خاصة إذا ما استحضرنا أن أمن تونس واستقرارها هو جزء فعلي من أمن الجزائر واستقرارها؟ شكرا لكم. شكرا. هو في الحقيقة تونس هي امتداد للجزائر، والجزائر امتداد لتونس، وما يهم بلد يهم البلدين مع بعض. هو فيه سند، مش بالضرورة أن ندخل في التفاصيل، ولكن المساعدة لشقيقة تونس يعني تكون كاملة وشاملة حسب قدرات متوفرة للجزائر، ولكن ما نبخل على الشقيقة تونس بأي شيء أي شيء. الوضع الاقتصادي ما هوش إلا في تونس ولا في الجزائر، الجائحة هذه جعلت الاقتصاديات الكبرى في العالم تنهار. تشوفي الصراع اللي موجود بين آسيا وأمريكا وأوروبا وآسيا للفوز بحصة الأسد في التبادل التجاري وفي كذا، ما بالك دولتين مثل تونس والجزائر. ولكن احنا ربما نمتاز بشيء اللي ما يمتازوش به كثير من الشعوب، هو اولا الصبر. صبر صبر لكل دولة ما تعودت، ما نقولش لكل امرئ من دأبه ما تعود. احنا متعودين على الصبر ومتعودين نتماشى نمشي مع الظروف التي هي أحسن حسب قدراتنا وحسب إمكانياتنا. ما عندناش طموح أكثر من لازم، وما عندناش ثقافة الانهزام. احنا ثقافتنا مثل ما يقولها أخي قيس، ثقافتنا ثقافة الفوز، حتى ولو بدون شيء نفوز إن شاء الله. شكرا.